قالت انا وقت قد سويت البر كان من بكري من نار الله على السموع فيك بحكم على ابني انا وقت عم يسوي كرتون مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه النافذة الإخبارية المباشرة والتي من أمام مكب نفايات المنيا جنوب مدينة بيت لحم. هنا يتجمع العشرات من أهالي قريتي المنيا وكيسان وذلك في إطار الاعتصام والاحتجاج على خطة التوسع المزمعة لهذا المكب وما يرافق ذلك من أضرار صحية وبيئية كبيرة تلحق بالأهالي والمزارعين المحيطين بهذا المكان. في هذا المكان يتجمع العشرات من أهالي قريتي كيسان والمنيا وذلك على خطة التوسعة أمام مدخل مكب نفايات المنيا. معنا الحاج أبو حسن. اللهم صل على نبينا محمد. هذا المشروع اللي هو تمكب نفايات في 2013 تقريبا. في 2013 نعم. وبدا في 2000 في 2013 بدا. في 2010 وبلش فيه استخدامه بلش 2011. طبعا قبل فحر هذا المكب واستخدام معوا خجرية أهل المنطقة واخذوهم على جنين في اجتماع وقالوا لهم يا إخوان هذا مكب النفايات رايح يكون توكل الساندويش ومن الخجرية اللي بحكي عنهم موجودين هان وبسمعوا في صوتي ومستعدين يحكوا هذا الحكي. فالناس بما أنك مشروع وطني تجاوبت معه وتم دفع ثمن الأرض الموجودة ما كان فيه إلى روائح ولا كان فيه إلى سلبية. بعد ما الفرنسيين رفعوا أيديهم وطلعوا استلمنا إحنا العرب بإدارة مديرين من المناطق من الخليل كان أبو زيد أبو واليوم استلم زيد سكر أبو الناس في اولادهم لحتى او سنتين تقريبا طب مرض اسمه فيروس الكبدي في غير ولا طب تلوث به قالوا الاطباء راح من الكوازبة عمل عملية لبنته وفي كان في عندها مشاكل انها في مكب نفايات زاد المحاصيل زي ما انت شايف الغبرة والجراثيم والذبان بنقل الجراثيم من الزيتون وفي المحاصيل اللي حوالينا. انا واحد من الناس المتأثر ومتضرر من هذا اللي صورهن عمل عليها بعد بين سوين فولاد لكن المرض نبى من هذا المكب. اكتشفنا اهل المناطق اهل كيسان متضررين اهل المنيا اهل دقوع اللي هم التعامره بلدي بلد والمنيا عندنا مجلس قروي وكيسان مجلس قروي. طبعا رفعنا كتب من بلديه دقوع من مجلس المنيا من بلديه سعير من مجلس قروي كيسان لعدم توسيع المكب قبل ما يتم شراء الأراضي المحيطة بالمكب.
لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يكن في عليها استجابة. هذا من هذا بدي قد 20 سنة من سوي القيام اللي كان المقترح اليوم لم شوفوا مكب هذه مستحيل يعني ولا منطق ولا عقل ولا اي قانون برضاها. طبعا هذا اللي مواجه لنا راجعين بهذا راجعين بهذا راجعين بهذا يعني قريه هاد قريبه يعني حاره قريبه للمكب 100 150 متر ومن هنا الجهه هذه اللي هي تاهل كيسان برضو هواء يفش فيها 300 متر المفروض انها سكر المي ينتهي المكب بعد 13 سنه للعمر الافتراضي له وينقلوه على محل بعيد عن السكان. احنا مش ضد اي مشروع بيخدم الناس لكن احنا ضد اي مشروع بده يخدم ناس على مصلحة ناس وعلى اذى ناس في اعمارهم انفسهم. وربنا حرم النفس بقتل النفس التي حرم الله قتلها واضرب قتلون قتل بطيء من اراضينا صار يعني بدناش نقارنهم في المستوطنات لا ولكن هو تهجير تهجير من املاكنا. بعد الم اللي حولنا على الموضوع الحين فبلشوا لما شافوا عمر المكب بده ينتهي بلشوا اشتروا اراضي اشتروا 260 دنم تقريبا او 200 و قديش ابو هيبه من 215 دنم اللي تم شرائهن لتوسيع المكب. اذا هو ال 215 دنم ال 200 تفضل افتح له طريقه تفضل يا حاج ال 215 دنم هند في مكب لقدام 30 ولا ليش ما كان في اهتزازات من البدايه على من بدايه التوسيع ولا من بدايه انشاء المكب؟ بدايه انشاء المكب ما انا بعيد لك وبقول لك احنا ناس مش خبراء هذول فهمونا الاختيار اللي راحوا من هان على جنين وموجودين فهموهم ان هذا المكب فيش إلى اي سلبيات لا صحيه ولا بيئيه. هذا المكب تاكل الساندويش باللغه ها تاكل الساندويش وانت واقف عنده بتشمش ريحه بتشوف ذبابه بتشوف بوضه بتشوف ولا شيء وفيش في امراض. اليوم لما احنا عاصرنا الاشي احنا مش خبراء وبعيد لك بقول لك فيش فينا ولا واحد خبير ولا في بلدنا في واحد خبير يرشدنا. اذا في خبير فهو ساكن. لأنه بعد ما عشرنا الشيء شفنا اضراره قلنا مش مشكله صاروا فاتحين المكب خي يكملوا. فجأنا انهم بيشتروا بوسعوا في المكب. هنا احنا ضد التوسيع. احنا مش عنيفين ولا مندور على اي اذا اي انسان. لان احنا بدنا نوصل صوتنا لجميع المسؤولين زي ما تفضل اخوي ابو وهيب. احنا بنوصل بنطلب ان يصل صوتنا للرئيس محمود عباس لاصغر عنصر في هذا الوطن لاي مواطن شريف حتى اي مواطن شريف يدعمنا في هذا الموضوع يبعد عنا الظلم لان هذا ظلم واقع علينا احنا تجوع مع المنيا مع كيسان حوالي 50,000 نسمة تقريبا. فاحنا 50,000 نسمة متضررين من هذا المكب. احنا اللي نطلبه ابعاد المكب عن مكاننا السكني ابعاد المكب عن محاصيلنا الزراعية هذا اللي نطلبه غير هيك نطلبش. معلما التعامرة حسب ما سمعت منهم عرضوا على المكب ان احنا كبلدية التعامرة بدنا نعطيكو ارض بلاش بدون مقابل بشرط تبعدوا عن اخر دار في البلد 30 كيلو متر
وتسوي المكب. رفضوا. ليش رفضوا؟ بدهم يوفروا المسافه هذه. طبعا بلديه تامره بلديه نشيطه، بلديه تفهم انها بدها تمد الشارع هذا زفته 30 كيلو متر في البريه، بدهم يحيوا 30 كيلو متر زفته، ميه، كهرباء. ويبعدوا الاذى عن اهل البلد. المكب رفض لانه بده شيء ثاني، يمكن في اشياء بدناش نذكرها بتخص الدفع والمصاري. فجابوا المكب وحطوا عندنا هان وضحكوا على عقولنا. ماذا لو تم تجاهل مطالبكم واعتصامكم وتم تمرير التوسع؟ تمرير التوسع شو خطوة؟ احنا راح نستمر في الاحتجاجات ان شاء الله، وكل يوم راح نكثر اكثر واكثر، بالرغم انه في ضغوطات يكون في علمك، وبقولها والكل بسمع، في ضغوطات على كل انسان بيمشي في هذا الاحتجاج. حتى اليوم واحنا قاعدين هان اللي هو مدير المدير التنفيذي لهذا المكب قال اي موظف في هذا المكب بيحتاج يفصل فورا. طيب انا مواطن ومن حقي احتج، حتى لو كنت موظف، انا موظف حكومه لنفرض في السلطه، هل يحق لي احتج ولا ما يحق ليش؟ انا موظف في شركه يحق احتج. تبدا تسوي زي المثل اللي بقول المواطن العربي لا يفتح فمه الا غار عند دكتور الاسنان، لا احنا بدنا نفتح فمنا وين ما كان ويحكوا علينا اللي بدهم اياه ويشوهوا زي ما بدهم ويحاولوا يحكوا اللي بدهم اياه. اليوم كل واحد بده يسوي بده يمرر اي مخطط مش صحيح مشبوه بقول لك الوطن والوطنية، هذا معروف. الوطن والوطنية عشان امرر مشروع مشبوه. فهذا اللي مصدنا محمد. اليوم الشماعة الوطن الوطنية اللي بعلقوا عليها كل الأمور هذه اليوم أصبحت شماعة واعية لها الشعب، والشعب فهمها وعرفها، وصرنا والله الولد الصغير عارف شو بيعاني وشو كل إشي. فإحنا اليوم اللي مصدنا محمد رايحين نستمر في احتجاجاتنا، لأن بعد شراء المكب، قبل شراء المكب في كتب موجودات موثقات في المجالس القروية تقدر تطلع عليهم. بعد شراء بداية شراء التوسيع توجه زايد ابو عرب رئيس مجلس قروي المنيا بارك الله فيه، توجه بكتاب بعد ما اجتمعوا اهل المنيا بما فيهم الفكرية الموجودين هان ابو خالد تيسير ابو النور، توجه في كتاب الى الحكم المحلي والى المجلس المشترك اللي هو مسؤول عن تنفيذ مهمة النفايات، وتوجه الى جميع للوزارات للمجلس الوزاري في كتب يطلب بقول فيه في الكتاب ان متضررين بيئيا وجسديا ونفسيا من هذا المكب نطلب عدم توسيعه وبنحتاج عدم توسيعه. برضو والله مصدنا محمد حتى صور الكتب موجودات مع الكتري. برضو الاخ موسى كيسان ورايحين يحكوا رفع كتاب وبقول احنا نرفض منا صحيا ونفسيا وزراعيا و والاخره، حتى راعيين مربين المواشي متاذين من هذا المكب من الورق اللي بياكل لنا الغنم وبموت منها. برضو بعد ما رفع الكتاب ما ردوش عليه. بلديه سير رفعت كتاب وبلديه القرى فساب ردوا على مجلس قروي المنيا، على مجلس قروي كيسان، قالوا له سوف نسوي جلسه بيننا احنا بينهم هم في بعضهم ويسووا يشوفوا حل. ما وجدوا. بنقول كمان امتداد اهل دقوع تعمره، امتداد اهل المنيا، امتداد اهل سعير اللي مش موجودين هان، امتداد اهل كيسان هو الجهه الشرقيه. فاذا هذا المكب انوجد هان واستمر وعاش كمان اخرى 30 سنه، اذا اخلتها من المزارعين، اخلتها حتى من اللي بده يروح يستجيب للاستجمام، مع للتوسع، للامتداد، للبنى، ابنائنا في المستقبل. الجال الغربي ما هو معروف. المبيوعه لليهود او انضحك على الناس وباعوها بطريقه اخرى، والمستوطنات من الجال القبلي، ومن هنا البقعه والمستوطنات. اذا المحل الوحيد اللي لنا
أحد المواطنين الساكنين بالقرب من هذا يحدثنا وعن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا المكب. بس ارجع شوي بعد الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بيحكي معك عبيات من قرية كيسان. احكي لنا ليش بداية احنا موجودين صخور ولاحية الامنتونات نوجه وهدفنا انه نرفع الظلم هذا الظلم وهذا اللي طبعا عندنا اطفالنا عندنا نسائنا عندنا ناس كثير تضررت عندنا في عندهم ضيق تنفس في عندنا يعني يوميا احنا يوميا من يوم ما بلشوا انشاء هذا المكب لليوم واحنا نعاني واحنا بالنادي وبالناشد العالم لحتى هذه اللحظه ولا واحد قدر يساعدنا ولا واحد راضي يساعدنا. يعني شو بدي اقول لك احنا بنعاني من الاحتلال الاسرائيلي ومن المستوطنين. عندنا كل زي ما تفضل الاخ اللي حكى كل الجال القبلي كلها مستوطنات وفي عندك كساره طاقه شمسيه تابعه للاحتلال. كل هذا احنا المنفذ الوحيد اللي لنا اللي هي المنطقة الشرقية اللي هاي البرية هاي منفذنا الوحيد كرعاة أغنام كزراعة كمواطنين بدنا نسكن بدنا نعيش كأطفال هاي المنطقة الوحيدة اللي لنا المنفذ الوحيد اللي ظل لنا المنطقة هاي المنطقة شو سووا فيها شروها بدهم يضموها للمكب. المكب في الأول أول ما نخلي المكب 13 سنة وبعدها بدنا نطمه ونساوي منتزه يخدم البلد ويخدم الناس كلها. احنا مع مش ضد المصلحه الوطنيه على عيننا وراسنا واحنا مع المصلحه الوطنيه بس في شيء يضرنا ويضر مستقبلا ويضر 20 سنه مش 13 20 سنه قبل. وبعد ال 20 لسه ضم 150 215 ظلم ضموهن كبدهم وسعوا طب وين بدنا نروح؟ وين نروح؟ عانينا للمسؤولين لكل مسؤول في هذا الوطن، احنا كمواطنين احنا بنعاني وما زلنا نعاني، وتضررنا وما زلنا نتضرر، دورنا تشققن، مش قادرين نبني بسبب الاحتلال الاسرائيلي، اغلب بنانا 90% من البنى قديم. قديم ليش؟ لانه ممنوع تبني. جديد ممنوع تبني فوق القديم والقديم كله اتشقق بسبب التفجيرات اللي بتصير في المكب عشان الصخور وعشان يساعدوا حالهم بدل الجرافه ما تشتغل 20 يوم بفجروا بيسووا الكساره اللي هي المكب. واحنا رسالتنا نترجى بالناشد العالم انهم يوقفوا معنا ويحلوا هذه المشكله. شكرا لك. شكرا الله يعطيكم العافيه. معنا ايضا احد المزارعين الذين تضرروا نتيجة العصارة الناتجة عن مكب النفايات ونتيجة الروائح الكريهة ليحدثنا عن هذه الأضرار وعن معاناته في هذا المكب. بس ارجع لورا خطوة بعد ابنك. الله يعطيك العافية. الله يجزاك العافية. عاوني في شلالته. عاوني في شلالته. كيف بتعاني من هذا المكب؟ أنا بعاني أنا هي البوابة بهذه البوابة الأولى والثانية
بين هذا وهذا 150 متر، وبيتي برضه بعد البوابه الثانيه 100 متر او 150 120 برضه بطيح بالشوف على الواقع. يعني عندك وقت، وقت قديش بطيح سيارات وقديش 24 ساعه العجه البلاد يجيب البلاستيك مره مره لحد السموع وبدل فهمها هذا شافت عينه كيف ما انت شايف بعيد وقت. وانا هذا اخويا ايوه انا واختي اثنين وسنا وبيجي خمس ست عيال للكواد ساكنين في الشجر، عندهم شجر عندهم اغنام عندهم زيتون، وانا واخويا هذا وهذا وهذا الاخرى حاط الزلمه هذا في جنب كيسان. يعني ضروره يعني ما حدا بيقبلها، والله لا الله ولا العبد والله ولا الكفار هذولا اللي بحاربوا فينا برضه راضيين على الظلم اللي احنا فيه، وهذا كله بتطيح برضه على الواقع بتشوفه بعينك. ازود ما حكى لك استعنت ابو حسن والاخوان هذولا وانتهى هنا بتطيح بتشوف البيوت. انا عندي حوالي ثلاث بيوت ببركسات والله العظيم، انا عندي بيجي حوالي 300 راس غنم بنحط الطوال 20 طوال، والله الذبان بكسر من خلا وشعير على مهد على الطوايل. وهذا شوف شفت عينك، وحسبنا الله ونعمة الوكيل على اللي كان هذا السبب، هذا الضرر اللي احنا تضررنا منه. وطيح شوفها الحين بعينك وخلي اللي ونشر وشوف طيح الحين شوف. يعطيك العافيه، شو بدنا نظل نشرح ونحكي؟ الله يعافيك. لا ضحك كمان شغله بالنسبه لارتفاع المكاتب لو كان لا يزيد عن ارتفاع الشارع الترابي هذا اللي احنا شايفينه. وانا توجهت شخصيا عده مرات يعني الاحتياج توسعة تمديد فترة المكان من صحية وبيئية و في هذا المكان.
جواز فيه.